FM. الكلمة ليك. ليديتو. ليديتو. خرفتنا اليوم سي راجا فرحات على شكون؟ خرفتنا تمشي وترجع. تغيب وتحضر. نسخيلوها حكاية وفات منك العام وبين العركة بين الغرانطة، الحزب الدستوري القديم والحزب الدستوري الجديد نتاع الحبيب بورقيبة، لكن رجعت. بعد اللي قامونا ناس هالأيامات قال لك احنا ابناء الثعالبي، من غير ما يفسروا للتوانسه شكونوا الشيخ عبد العزيز الثعالبي. انت شكونوا الشيخ الثعالبي نتاع الجزائر اللي هو الولي الصالح نتاع العاصمه الجزائريه اللي يعتقدوا فيه الجزائريين اشقانا اي ما اعتقاد كما سيدي محرز راه هنا. اما الشيخ عبد العزيز الثعالبي بوه هاجر الجزائر بعد استعمار الجزائر قبل فرنسا سنه 1830 واستقر ولا تونسي ويسكن في الزاويه البكريه غادي بحذا باب سويقه في تونس. وكان انسان المعي، دخل جامع الزيتونه بالطبيعه ككل اولاد العائلات وقتها، وتلمذ على اهم مشايخه. عمره ما وصل للعالميه ولا للتحصيل. علاش؟ على خاطر وقعت له عمله قعدت في التاريخ وقتها، احنا في بدايه القرن العشرين عام 1904، ويقوم الشيخ عبد الثعالبي طالب في جامعة الزيتونة مازال ما كملش دراساته، ويقوم بسلسلة من المحاضرات كان لها ذيع وسيط في البلاد. قام يهاجم في الزوي وفي أتباع الزوي، وكانوا ما أكثرهم كل زنقة تلقى فيها زاوية في تونس وقتها. الزاوية هي في الحقيقة محل تجارة، ما هيش محل دين ولا فقه ولا شريعة. الجهل مستتب ومسيطر على التوانسة، 90% ما يقراوش العربية وما يقراوش القرآن. الحبيب بورقيبة باقي يفدلك، قال مشيت البنان نهار هنا في الساحل قلت لهم اعطيوني شكون الإمام نتاعكم، جابوا لي واحد قلت له شنو الحديث النبوي اللي تعرفه، قال له صغروا في القم كثروا من المضغاني بارك الله في المصرى. قال له هذا الحديث نتاع عمتك ولا خالتك، أما الرسول الكريم عمره ما قال. قال نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا فلا نشبع. الشيخ عبد الثعالبي ثار على كل موجة الكبيرة من ما يسمى بالإسلام الشعبي، الإسلام الأمي في الحقيقة، اللي هو الكل جهل والكل معتقدات وشعب، ولا يسب في السحارة والمشعوذين والتجار الديني إلى آخره. هذا عام 4 وإحنا تحت الحماية الفرنسوية، وتقوم يا سيدي زنس مظاهرات في البلاد بتكفير عبد العزيز الثعالبي والدعوة إلى شنقه، ويتبعوهم بعض مشايخ الزيتونة بارك الله فيهم، وداروا على الطالب نتاعهم اللي يقرا معاهم طردوه ساعة من جامعة الزيتونة. وهكذا الشيخ عبد الثعالبي عمره ما خذا شهادة، هو شيخ تو اسمه الشيخ عبد الثعالبي، ما عندوش لا شهادة في المشيخة ولا حتى شيء باش نعرفوا التاريخ الصحيح. هكا خرج كتاب كاتبه انسان فاضل حبوه ياسر، سي الموصف الدلاجي. سي الموصف الدلاجي كان مدير الارشيف الوطني، الله يرحمه توفى ليه مدة، مدير الارشيف الوطني، وكان يحب تاريخ تونس اي ما حب، وكان انسان ديمقراطي هكا ويحب الحقيقه، نقول احنا حداثي. خرج بعد ما مات اولاده فاقوا به كاتب كرارس، ما هي كرارس في مكتبه البيرو نتاعو، خرجوا منه كتاب اسمه عبد العزيز الثعالبي ناسونس دي موفمون ناسيونال تونيزيان، المقدمه نتاعو للمؤرخه قمر بن دان. الكتاب هذايا كتاب عظيم جدا، لانه ما فيش ثرثرة، ما فيش كلام، فيه وثائق تاريخية، مقالات صحف، أحكام صادرة، وثائق إدارية باش تذكر شنية هالمسيرة متاع الشيخ عبد العزيز الثعالبي. جبنا عبد العزيز الثعالبي تو، ما قاموا الجماعة هالأيامات سي نبيل القروي وسي شوكات وسي الخماسي وكذا، قالوا احنا أبناء عبد العزيز الثعالبي. إيه قريتوه عبد العزيز الثعالبي، متأكدين اللي تعرفوه. راهو انسان كان ثوري في بدايه القرن، وكان ثوري واصلاحي مسلم، اصلاحي كبير، لانه كان متاثر بشيخين هامين ننصح بهم الشباب، لازم دائما نتفقدوهم، جمال الدين الافغاني ومحمد عبده. هذوما زوز من كبار المفكرين الاسلاميين في القرن التاسع عشر اللي ناداوا باصلاح الامه الاسلاميه باش بالعلم بالمعرفه، حتى انه البوليس المصري طردهم من مصر وصار يلاحقهم متهمين بالكفر والزندقه، حتى هربوا لوين؟ لفرنسا، لباريس، واستقروا في باريس، وغادي نشروا اهم مجله للنهضه الاسلاميه
مش النهضة بتاعنا، النهضة الإسلامية بصفة عامة اللي هي العروة الوثقة، واصدر منها 18 عدد من جملة قال محمد عبده لما لقيه من ترحاب ومن تأييد من بعض الفرنسيين المفكرين إلى آخره، قال هنا وجدنا مسلمين بدون إسلام. قال كلمة قاسية لما عاد إلى مصر، وهنا وجدنا إسلاما بدون مسلمين. يقصد كالروح الروح العطرة، روح الضيافة والدعم والتأييد للفكر الحر وجدها في باريس ما ملقاهاش في القاهرة. باش نرجعوا للشيخ عبد الثعابي، كان متأثر بهالفكر الإصلاحي الكبير في ذلك الوقت في بداية القرن العشرين، لكن واجهوه بموجة من النقد حتى نادوا بالإعدام، نادوا بإعدامه. كبار التونسيين الذين غادروا إلى إسطنبول، كانت العاصمة بتاعنا الإسلامية، غادروا إلى هناك واستقروا بها، منها مصطفى بن إسماعيل الوزير الخائن الذي باع تونس لفرنسا. قال ليش غادي وينشد على تونس وكذا وكذا؟ قال رحمت شيخوخته ولحيته البيضاء فلم أروي له ما فعل الاستعمار بتونس. بحيث الشخصية متاع الشيخ عبد الثعالبي اللي رجعت على مقدمة الأحداث تحتاج إلى دراسة، وبجاه ربي قبل ما نطلق شعارات سياسية نتلهاو بالتاريخ الصحيح. شجعتني على كل باش نقرا الكتاب هذا عبد العزيز الثعالبي. انت قبلك شويه نسيت تسليم الريحي، يعطيك الصحه السي رجاء. كاب اف ام الكلمه ليك.